السادة الرؤساء، السيدات والسادة، لقد اختتمنا منذ قليل القمة الثلاثية الثامنة للتعاون بين اليونان، قبرص ومصر، وهذا نموذج للتفاهم بين شعوب ثلاثة متجاورة، وطبعا نموذج للمسيرة المشتركة للدول الثلاثة الذين لديهم بوصلة واتجاه يعتمد على القانون الدولي والسلام في هذه المنطقة المضطربة. وقبل حوالي عام في خلال اجتماعنا في القاهرة قد حدثت تطورات للأسف ليست مفرحة، ونحن نرى على كوكب الأرض الموجة الثانية من جائحة الكورونا، والتي أدت إلى فقدان أكثر من مليون فرد لحياتهم، وحوالي 40 مليون حالة كورونا، وهذا يؤدي طبعا إلى آثار مترتبة على الاقتصاد العالمي، وأيضا إلى ضرورة تماسك المجتمعات. طبعا الرئيسان قد تحدثا إلى الموضوعات الخاصة بالتعاون الثلاثي الرائع فيما بيننا. اسمحوا لي أن أتطرق بالمزيد إلى موضوعات ترتبط بالأمن الإقليمي، وطبعا انعقاد هذا الاجتماع يتزامن بتهديدات ومخاطر تصنعها القيادة التركية، التي تتخيل مشروعات إمبراطورية توسعية من سوريا إلى ليبيا، من الصومال إلى قبرص، في بحر إيجا حتى بحر القزوين والقوقاز، وفي بعض الأحيان تطلع علينا بخرائط بعض المذكرات للتعاون وبعض اللوائح الداخلية لموضوعات يتم النص عليها في القوانين الدولية، وهذا في إطار استفزازات أحادية في إطار لغة خطابة متطرفة. وقد اتفقنا على أن هذا السلوك يعد انتهاك صارخ للقانون الدولي، ويشكك في التزامات اتفاقيات دولية، وفي ذات الوقت فإنه يقوم بتقويض الأمن الإقليمي، والذي نعمل نحن كدول ثلاثة بجهود شاقة لتحقيق هذا الأمن. وطبعا عزيزي الرئيس نيكوس أناستاسيادس، فهذه الانتهاكات تؤدي إلى الاعتداء وإهانة قرارات دولية في مجلس الأمن، وتؤدي إلى مشاكل في حلف شمال الأطلسي، ومثل هذا السلوك يأتي في مواجهة سياسات